التوغوليون إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات محلية تشهدها البلاد منذ عام 87-900 وسط تنافس بين 24 حزباً سياسياً ومئة مترشح مستقل. وسينتخب التوغوليون في هذه الانتخابات 1527 مستشاراً في 117 بلدية على عموم تراب البلاد. وقد أغلقت سلطات لومي حدودها مع بوركينا فاسو وبنيه وغانا تجنباً لتسلل عناصر من الجماعات المسلحة إليها، وذلك بعد أشهر على إعلانها تفكيك خلية إرهابية قادمة من بوركينا فاسو التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس والتي تعاني من هجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2015. وقد نشرت السلطات نحو 8000 عنصر أمني على عموم تراب البلاد من أجل تأمين العملية الانتخابية التي تراقب من طرف ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأوروبية والأممية وآخرين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في البلاد. ويأتي تنظيم هذه الانتخابات أشهراً بعد تنظيم انتخابات تشريعية قطعتها تنسيقية المعارضة المكونة من 14 حزباً سياسياً وفاز فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد. ويحكم فورنيا سينغبي جمهورية التوغو منذ عام 2005 حيث خلف والده ياديمانيا سينغبي بعد وفاته، وكان قد حكم البلاد لمدة 38 سنة. وقد صادق البرلمان التوغولي قبل أزيد من شهرين على تعديل دستوري يسمح للرئيس بالترشح لانتخابات 2020 و2025 وسط رفض أحزاب المعارضة، حيث تدعو لأن تكون ولايته الحالية المشرفة على نهايتها هي الأخيرة له في السلطة.